stratified epithelium. النوع الثاني من أنواع الأبيثيليوم, this is type two types of the epithelium, يسمى بالstratified epithelium. كلمة stratified epithelium معناها إن النسيج أو التيشو هذا contain more layers. Is named according to the most superficial cells. So we have four types. الستراتيفايد ابيثيليوم يسمى تبعا للسيرفيس لاير سوبرفيشال سيلز, للطبقة السطحية الموجودة في النسيج يسمى الستراتيفايد ابيثيليوم. الستراتيفايد ابيثيليوم يحتوي على أربع أنواع. You have four types. Types of the stratified epithelium. أخذت في المحاضرة السابقة simple epithelium وقلت عبارة عن أربعة أنواع, كان simple squamous, cuboidal, columnar, pseudostratified epithelium. في هذه المحاضرة أخذ كمان معايا أربعة أنواع من التيشو تسمى stratified squamous, stratified cuboidal, stratified columnar, transitional epithelium. سؤالك كطالب, على أي أساس يسمى الستراتيفايد epithelium؟ يسمى تبعا للسيرفيس لاير, للطبقة الخارجية أو الطبقة السطحية, آخر طبقة. ما نوع السلز اللي فيها؟ أسمي النسيج تبعا لهذا الشيء باسمهم. إذا كانت السلز سكومس سميت النسيج ستراتيفايد سكومس. إذا كانت الخلايا كيوبيدل أسمي النسيج كيوبيكال شيب. إذا كان النسيج stratified columnar يعني cells columnar cells أسميه stratified columnar. Transitional stratified معناه نسيج انتقالي, this tissue of the change temporary. أتكلم على هذا التيشو بالتفصيل في آخر المحاضرة. الآن أشرح كل نسيج على حدة وأماكن تواجد هذا النسيج. Surface layer لكل تيشو, what's the type of the cells. Number one, stratified squamous epithelium. It is thick type of the stratified epithelium. أولا يعتبر thick, معناها سميك يعتبر عبارة عن تيشو. Thick types of the stratified epithelium, formed of many layers. مكون من عدة طبقات. أنواع الأبيثيليوم الأربعة هذه عبارة تقسم تبعا للكوردن of the cell shape of the surface layer. كمان الستراتيفايد هنا في الأربعة طبقة في الأربعة الأنواع في الفور تايبس مكون من عدة طبقات. ماني لايرز, ماني لاير of the cells on both to other, كل واحدة فوق الأخرى. The cells rest on clear with basement membrane. السيلز في البداية تستند على غشاء قاعدي واضح. Under the basement membrane, تحت البسمنت ممبرين يوجد كونكتيف تيشو يحتوي على بلود اند لمفيزرز. خذها قاعدة, أي نوع من أنواع التيشو الأبيثيليوم لابد من وجود كونكتيف تيشو. ليش؟ لأنه يحتوي على بلود فيزرز ولمفيزرز عشان يعمل عملية نورشد. كلمة نورشد معناها يعمل عملية تغذية لمين؟ للأبيثيليوم. لأن أنا أخذت من ميزات الأبيثيليوم إنه لا يحتوي على بلود فيزرز, فإذا عدم البلود فيزرز في النسيج فأعرف من وين يتغذى. The basal cells are well nourished of the columnar cell. The nucleus is oval and bus cells from these cells of other layer are ranoided. الخلايا القاعدية الموجودة في بدايتها وظيفتها تكون خلايا columnar cells, وظيفتها هو الفينكشن تبعها عملية نورشد. هذه السيلز عبارة عن خلايا كولومينر, كما خطت في صفة الكولومينر سيلز يعني ان الخلايا هذه تكون تول شيب. كونتين نيوكلس, النيوكلس تكون اوفال. هذه السيلز توجد في البس لاير او البس سيلز. بعد كذا the intermediate layer are polygonal cells. الانترميديت لاير تحتوي او الطبقة الوسطى تحتوي على سيلز, هذه السيلز بوليجونال سيلز. ما المقصود بوليجونال سيلز؟ المقصود بها هاف ماني سايدز, يعني تحتوي على اكثر, عفوا لها اكثر من جانب, يعني ليس لها شكل محدد. بوليجونال بوليهيدرال نفس المعنى, ان هذه السيلز لا تحتوي على شكل محدد. The surface layer of are flat squamous cells which may nucleated or not. The surface layer من السيلز هذه قد تحتوي على نيوكلس, وهذه النيوكلس flat squamous cell.
الآن الكلام اللي تحدثت عنه سابقا أطبق عليه في الشريحة. هذا عبارة عن سلايد، السلايد هذا عبارة عن ستراتيفايد سكوموس أبيثيليوم، بس أنت كاتب يا دكتور نن كيراتينيز. نعرف الآن ما هي النن كيراتينيز. قبل ما أتكلم قلت أي أبيثيليوم لابد من وجود تحته كونكتيف تيشو، فهذا عبارة عن الكونكتيف تيشو، يحتوي على بلاد فيزلز وليمف فيزلز، الغرض منها عملية النورشد للأبيثيليوم اللي في الأعلى. الأبيثيليوم اللي في الأعلى يحتوي على عدة طبقات، يعني بداية الأبيثيليوم هذا عبارة عن البيس ممبرين، هذا عبارة عن منطقة البيس ممبرين. البيس ممبرين هذا يحتوي على عدة طبقات في الأعلى. عدد اللايرز of this tissue أو عفوا the number of the layers in the stratified epithelium 3 layers: basal layer, intermediate layer, surface layer. يعني عدد الطبقات الموجودة في الاستراتيفايد أبيثيليوم 3 طبقات، يا أما البازل لاير الطبقة القاعدية وهذه منطقة الطبقة القاعدية، يا أما الانترميديت لاير الطبقة الوسطى، يا أما تكون عبارة عن السيرفيس لاير اللي هي الطبقة السطحية. وكل طبقة تحتوي على مجموعة من الخلايا تختلف في الشكل. يسأل طالب البازل لاير هذه المنطقة عبارة عن البازل لاير اللي هي هذه بسمه ممبرين، هذه عباره عن البازل سيلز، هذه عباره عن بازل سيلز، هي عباره عن خلايا كولومينر سيلز ويذ نيوكلس اند نيوكلس اوفال. ميزه هذه السيلز تكون كراودد يعني مزدحمه، فهذه المنطقه تحتوي فهذه المنطقه تحتوي على نيوكلس، النيوكلس تكون تول أو كولومينر ويذ نيوكلس النيوكلس أوفال أو راوند. هذه المنطقة هي عبارة عن الانترميديت لاير. ميزة الانترميديت لاير قلت لك إن السيلز اللي فيها بوليجونال سيلز، في بعض المراجع تكتبها بوليهيدرال سيلز، the same meaning يعني عبارة عن سيلز ليس لها شكل محدد، contain nucleus and nucleus round توجد في منطقة السنتر. هتلاحظ من البداية إلى وسط الخلايا أو إلى وسط السنتر أو إلى الانترميديت لاير إن النيوكلس راوند 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 راوند، أصبحت النيوكلس في هذه المنطقة فلات، أصبحت النيوكلس فلات والخلايا سكوموس سيلز. فهذه السيلز إذا كانت فلات والنيوكلس فلات فأعرف إنك أنت في السيرفيس لاير. هذا السيرفيس لاير هي عبارة عن خلايا سكوموس سيلز، فلذلك سميت النسيج استراتيفايد لأنه عدة طبقات سكوموس according of the shape cells in the surface layer epithelium. سؤالك ليش سميتيه نن كيراتينيز؟ كلمة كيراتينيز أو نن كيراتينيز لها تعريفين. هي عبارة عن خلايا سكوموس سيلز، السكوموس سيلز with nucleus، إذا في nucleus أسميها نن كيراتينيز، العلاقة عكسية. present nucleus in the سكوموس سيلز تدعى نن كيراتينيز، without nucleus يعني تشوف خلايا كما في النوع القادم نن نيوكلاس تلاحظها نسميها كيراتينيز. يعني إن الاستراتيفايد سكوموس أبيثيليوم يوجد منه نوعين، يا أما كيراتينيز يا أما نن كيراتينيز. الكيراتينيز عبارة عن كليهما both of these tissue keratinase or non keratinase with squamous cells without nucleus keratinase with nucleus non keratinase. فهذا النسيج النيوكلس موجودة في السيرفيس لاير في السكوموس سيلز أسميه stratified squamous epithelium non keratinase. أماكن تواجد هذا النسيج يوجد في الإسوفيجس، كلمة إسوفيجس معناها المنري. هذه الشريحة مصبوغة هيموتوكسيلين أيوسين. الشريحة الثانية هذه عبارة عن connective tissue، هذه المنطقة عبارة عن connective tissue، هذا عبارة عن البيس ممبرين، هذا عبارة عن خلايا البازل لاير intermediate layer، وهذه المنطقة سميها surface layer. في هذه المنطقة تحتوي توجد خلايا squamous cells without nucleus. مدام without nucleus أسمي النسيج keratinize، يعني أسمي النسيج stratified squamous epithelium keratinize. هذا يوجد وين؟ أماكن تواجد هذا النسيج يوجد في السكين، أماكن تواجد هذا النسيج يوجد في السكين. ملخص الكلام هذا إنه الاستراتيفايد سكوموس أبيثيليوم كيراتينيز أو نن كيراتينيز، إن الاستراتيفايد سكوموس أبيثيليوم يوجد منه نوعين كيراتينيز ونن كيراتينيز. النن كيراتينيز يوجد في الإسوفيجس،
الكيراتينيز يوجد في السكن. كلمة كيراتينيز عرفتها أنها عبارة عن سكوم السيلز يا أما with nucleus أسميها non-keratinase, with new without nucleus أسميه keratinase. أعتمد بالأخير التسمية النسيج على منطقة السيرفس لاير مع شكل الخلايا. إن كانت سكومس سميت النسيج stratified سكومس، إن كانت كولومينر سميت النسيج stratified كولومينر، إن كانت دومال شيب سميت النسيج ترانزيشنال، إن كانت كيوبيدل سميت النسيج ستراتفايد كيوبيدل. هذا بالنسبة للستراتفايد كيوبيدل، عفوا للستراتفايد سكومس أبيثيليوم. قال إن الكيراتينيز بريزنت إن سكين، يوجد في السكين أند بورنج أبون سكين، وكمان في مداخل السكين تحتوي على كيراتينيز. الكيراتينيز مكان تواجده يا اما في السكن في الجلد بشكل عام يكون ستراتفايد، يعني ان الخلايا الموجوده في الجلد لا تحتوي على نيوكلاس طبقه الابيثيليوم او في مداخل السكن. ايش قصدك مداخل السكن؟ زي النوز، زي اللبس، زي التنج، هذه مداخل السكن. زي الاير نن كيراتينيز بريزنت ان اي كورنيا قرنية العين في الاسوفيجاس عند في الاورال كيفت كمان في تجويف الفم. النوع الثاني من الستراتفايد اسمي ستراتفايد كيوبيدال ابيثيليوم. هذا النوع من النوع الثاني من الستراتفايد كيوبيدال ابيثيليوم this superficial layer are cuboidal cells. السوبرفيشال لاير اللي هي الطبقه السطحيه لابد ان تكون كيوبيدال سيلز، لذلك سميته ستراتفايد كيوبيدال ابيثيليوم. ما ميزة هذا النسيج لولا غير ان خلايا كيوبيدال سيلز؟ ميزة هذا التيشو is about two layers، ان هذا النسيج يحتوي فقط على two layers. هذا عبارة عن بيس ممبرين، هذا ما تحته هو عبارة عن كونيكتيف تيشو، عبارة عن two layers. التو layers عبارة عن كيوبيكال شيب، خلايا كيوبيدال تحته contain nucleus. النيوكلاس راون توجد في منطقة السنتر. كلا او both of the layers كيوبيدال سيلز. Present in the duct of sweet gland. يوجد في duct of sweet gland and seminal ferrous tube of the test of the testis. يوجد في sweet gland وفي testis. هذا عبارة عن النوع الثاني من الستراتفايد. أخذت في الأول ستراتفايد سكومس، أخذت بعد كده ستراتفايد كيوبيدال، الآن ترانزيشنال أبيثيليوم. ما هو الترانزيشنال أبيثيليوم؟ The basal cells are high cubical cells. يقول لك إن البازل سيلز أو الخلايا القاعدية تكون خلايا كيوبيدال بس السيتوبلازم هاي. بعض المراجع تقول لك لا، البازل سيلز نفسها تكون عبارة عن كولومينر سيلز. الانترميديت، هذه منطقة الانترميديت لاير، بولي هيدرال سيلز أو بوليجونال سيلز، قلت لك يعني عبارة عن خلايا ليس لها شكل محدد، contain nucleus and nucleus oval. The superficial layer. Superficial layer يعني الطبقة السطحية، هذه عبارة عن cuboidal. عبارة عن cuboidal cells. Me my change temperature into squamous cells. ولكن هذه cells ممكن أن تتغير اللي هي في surface layer cubical cells إلى squamous cells. ومن squamous cells إلى cuboidal cells. لماذا يحصل تشينج تمبرتري اوف ذي سيلز؟ يحصل في اولا اعرف وين يوجد هذا النسيج. يوجد في اليورينري باسج، في الممرات اليورينري او في الجول بلادر. في اليورينري بلادر، عفوا في اليورينري بلادر، حيث ان الشخص اذا كان البلادر تبعه امبتي لا تحتوي على يورين تكون الخلايا كيوبيدال سيلز. كنت إذا بمجرد إن اليورينري بلادر تحتوي على يورين، اليورين يضغط على الخلايا تتغير إلى سكوموس سيلز. نتخلص من اليورين ترجع الخلايا إلى خلايا كيوبيدال سيلز، هذا سبب تسميته ترانزيشنال. هذا سبب تسميته ترانزيشنال. أعيد الآن، الترانزيشنال أبيثيليوم هو عبارة عن خلايا، هذه السيلز الموجودة معك هي عبارة عن خلايا كيوبيكال شيب تشينج تمبرتوري سكوموس سيلز من سكوموس الى كيوبيدال. السبب في ذلك ان هذه السيلز ممكن ان تتغير خلال اليورين. اذا كانت البلادر اليورينري بلادر امبتي لا
تكون الخلايا كيوبيدال شيب أو دومال شيب. إذا ملأت باليورين أو تكون فول بلادر باليورين تكون الخلايا سكوموسل. بمجرد أن الشخص يتخلص من اليورين ترجع الخلايا أو السيلز إلى وضعها الطبيعي، هذا سبب تسميتها ترانزيشنال. الشيء الثاني حتلاحظ أن بعض الخلايا تحتوي على 1 نيوكلاس، بعضها تحتوي على 2 نيوكلاس، بعضها على 1. هذا كمان من سبب تسميته بكلمة ترانزيشنال. كلمة ترانزيشنال أبيثيليوم معناها انتقالي. لذلك أصبح معاك رابع نوع. هذا عبارة، أشرح هذه الرسمة، هذا عبارة عن الترانزيشنال أبيثيليوم في البلادر، في اليورينال بلادر مسبوق بتوكسيلين أيوسين. هذا عبارة عن منطقة كونكتيف تيشو. هذا عبارة عن البيس ممبرين. البيس ممبرين يحتوي على بازل لاير أوف كولومينار أو كيوبيدال سيلز. هذا عبارة عن منطقة الانترميديت لاير. هذه عبارة عن منطقة السوبرفيشيال لاير. السوبرفيشيال لاير حتلاحظ ان الخلايا هنا كيوبيكال شيب او دومال شيب، تحتوي على نيوكلس. النيوكلس راوند توجد في منطقة السنتر، بس حتلاحظ ان بعض السيلز سم اوف ذا سيلز كونتين 1 نيوكلس وبعضها تحتوي على 2 نيوكلس. باي نيوكليتد سيلز، كلمة باي نيوكليت سيلز او نيوكلس سيلز معناها تحتوي على 2 سيلز. الان سؤالك، الان ارجع الى اول شريحة. الاستراتيفيت بشكل عام قسمته إلى 4 أنواع. كولومينار نفس أي نسيج يحتوي على بازل لاير، انترميديت لاير، سوبرفيشال لاير، حتكون الخلايا هنا كولومينار سيلز. حيسأل طالب، يعني أنا لما أسمي الاستراتيفيت أبيثيليوم أسميه تبعا للسوبرفيشال لاير، يعني للطبقة السطحية، ما شكل الخلايا في الطبقة السطحية؟ إن كانت سكوماس سميت النسيج استراتيفيت سكوماس، وإن كانت كولومينار سميت النسيج استراتيفيت كولومينار، وإن كانت النسيج دومال شيب أو كيوبيدال شيب تتغير من كيوبيدال لسكوماس أسميه ترانزيشنال أو كونتين تو نيوكلس أور ون نيوكلس، وإن كان النسيج يحتوي على تو لايرز أونلي أسميه استراتيفيت كيوبيدال. يسأل طالب، يعني الآن التسمية النسيج قلت في هذه الشريحة according of the most surface superficial cell، يعني طبعا للطبقة السطحية. ليش؟ لماذا اخترت أنا الطبقة السطحية بالذات؟ لأن البازل لاير والإنترميديت لاير في الأربع الأنواع تتشابه. يعني بالأخير البازل لاير عبارة عن كولومينار سيلز، الإنترميديت لاير في الأربع الأنواع بوليجونال أو بوليهيدرال، والسيرفيس لاير أو السوبرفيشال لاير هي الطبقة المختلفة التي يتم على ضوئها تسمية النسيج. هذا بالنسبة للستراتيفايد سكوماس أبيثيليوم، عفوا للستراتيفايد أبيثيليوم بأربعة الأنواع. تعرفت كل نوع على حدة، أماكن تواجد النسيج. الشيء الثاني كمان تعرفت على أي أساس يتم تسمية الستراتيفايد. الشيء الثاني، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، انا لم اشرح الستراتيفيد كولومينر بس عشان تعرف كمان اماكن تواجد، شرحت انه عباره عن ستراتيفيد ذا ماني لايرز، البازل لاير كولومينر، الانترميديت بوليجونال سيلز، السيرفيس لاير كولومينر سيلز. هذا النسيج يوجد في اللارج داكت اوف جلاند، يوجد في اللارج داكت اوف جلاند. معك هنا بعض الكويز، يعني نيم اتش تيشو. بعد ما تذاكر كل الأنسجة وأماكن تواجدها، اتعرف على كل نوع وسمي النسيج. ما اسم هذا التيشو؟ and this and this 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 this، تعرف على أسمائهم واعطيني تسمية كل نسيج. Animated the characters of this tissue. هو الآن أعطاك تيشو، أعطاك في هذه النقطة تيشو ومكان تواجد هذا التيشو، بس المطلوب منك كتابة أو تعدد الكاركترز، ميزات هذه الأنسجة الموجودة في هذا النوع. بعد ما تذاكر أو تحفظ أنواع التيشو وميزة النسيج، اعرف إنك هل حتعرف اسم النسيج في هذه النقطة. وإن عرفته أعطاك مثلا هنا نسيج Slitted Columnar، ما ميزة هذا النسيج؟
سيمبل كيوبيدا، كتب لك سيمبل كيوبيدا اللي يوجد في الكدني، ما ميزة هذا التيشو، الكاركترز تبعه. عدد انيوميريتد معناته عدد كاركترز. هنا هذا النسيج يوجد في اليورينري بلادر وسميه ترانزيشنال، ما اسم هذا النسيج؟ هذا النسيج يسمى ستراتيفايد سكوماس، لان كراتينيز يوجد في الاسوفيجس لينينج. هذا النسيج سيمبل سكوماس في اللنج. سيمبل كولومينر انستين. كل نسيج على حدة اعطيني الكاركترز تبعه. Where can you find this tissue؟ أين توجد هذه الأنسجة؟ نفس السؤال الأول، أنا أعطيتك أنواع الأنسجة، فأين تستطيع أن تلاقي هذه الأنسجة في جسمك؟ بس أنا جبتها على شكل كمان الصورة معك، جسم الإنسان أماكن تواجده. كذا أنا خلصت محاضرة اليوم. خلصت محاضرة اليوم، خلصت كمان الاستراتفايد. إلى الآن أنا أخذت معك السيمبل والاستراتفايد، وتعرفت على أنواع السيمبل، إنه عبارة عن فور تايبس: سيمبل سكوماز، كيوبيدال، كولومينار، سيج استراتفايد، أبيثيليوم. تعرفت على الاستراتفايد، وعرفت إن الاستراتفايد عبارة عن استراتفايد سكوماز بنوعين كيراتينيز ونون كيراتينيز، استراتفايد كيوبيدال، ستراتفايد كولومينر، ترانزيشنال، أبيثيليوم. كمان تعرفت على أنواع كل نسيج وأماكن تواجده، وعرفت أن السيمبل سمي سيمبل لأنه ولع، وعرفت أن الستراتفايد سمي ستراتفايد لأنه عبارة عن مور لاير. كذا أنا خلصت أشرح كمان السيمبل والستراتفايد، وعرفت إن السيمبل عبارة عن one layer، وعرفت إن الستراتفايد عبارة عن many layers. بس كانت تسمية السيمبل تبعا للشيب of the cells، إذا كانت السيلز سكوماس سميت النسيج سيمبل سكوماس، إن كانت النيوكلاس كيوبيدال سميت النسيج كيوبيدال، إن كانت النيوكلاس كولومينار سميت النسيج كولومينار، إن كانت السيلز كولومينار بس يوجد different of the life نيوكلاس، مستويات النيوكلاس مختلفة، سميت النسيج سيج استراتفايد كولومينار أبيثيليوم. الاستراتفايد تعرفت عليه إنه عبارة عن many layers، وتعرفت كمان إن هذا الاستراتفايد كولومينار، عفوا إن الاستراتفايد أبيثيليوم many layers، تعرفت إنه يحتوي كمان على أربع أنواع: ترانزيشن، عفوا سكوماس، كيوبيدال، كولومينار، ترانزيشنال. عرفت إن سبب التسمية في الاستراتفايد تبعا للسيرفيس لاير، ما الشيب اوف ذا سيلز، ما شكل الخلايا في السيلز في السيرفيس. ان كانت سكوماس سميت النسيج استراتفايد سكوماس أبيثيليوم كيراتينيز او نون كيراتينيز، ان كان سكوماس كيوبيدال سميت النسيج استراتفايد كيوبيدال، ان كانت السيلز كولومينار او السيلز تواليت سميت النسيج كولومينار سيلز، وان كانت النيوكلاس دومال شيب او كيوبيدال. كمان تستطيع تشينج تمبرتشر، تتغير من كيوبيدال الى سكوماس او العكس، تسمي النسيج ترانزيشنال أبيثيليوم، وتعرفت على اماكن انواع هذه التوشو. الان معك نوع الثالث والرابع والمايو أبيثيليوم، اشرحه الان في المحاضره القادمه: الجلاند أبيثيليوم والنيوري أبيثيليوم والمايو أبيثيليوم، واتعرف على هذه الانواع.